جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز محترم وقدم ما قدم وبي شهداء وجهاز محترف في مقارعة الإرهاب ومتخصص أيضا وعنده القدرة على الحرب الشوارع والحرب اللي تتلائم مع. تحدثت عن وجود بعض الفساد وابتزاز ومعلومات خطيرة تحدثت بيها بس سكتت. ما سكتت. سلمت الملف إلى رئيس وزراء وأنا أتحدى رئيس وزراء أو أي شخص قريب على رئيس وزراء يقول ما سلمني ملف. سلمته وبالدليل وسأشوفك إياه. سلمت ملف كامل على المخالفات اللي بيها مخالفات مالية وأخلاقية ومخالفات عسكرية وفيما يخص الانضباط العسكري وكل المخالفات سلمتها لرئيس وزراء. بالدليل. بالشهود والدليل والتسجيل والفيديو وكل الوثائق. لكن رئيس وزراء ما قبل، قال هاي لو ذراع. يعني كنت أنا بيها يا لجيبه بالإعلام يطيح ثاني يوم. طق نور راح نور، طق رائد راح رائد، طق برغيف راح برغيف، طق ضياء راح ضياء، طق عبد الوهاب لا، قال لك كافي أنت مو كيفك تلعب بالمشهد، أنا قائد عام قوات مسلحة، ضباط تحت تصرفي وأنا مسؤول عنهم، فما معقول أنت ظل تلعب. وجهة نظري ممكن تكون بها صحة، ولكن أنا بعد طبيعتي إيش مندفع وأحب أواجه وأحب المشاكل، فبالتالي قال لي سلم اللي عندك وما عليك، بعد أنا أتصرف، سلمت اللي عندي. وكذلك هو لجأ إلى أحد القادة السياسيين المعروفين بالإطار ولاذ بي حماية كاملة أحد هذا الشخص السياسي ولاذ بي طرف آخر بالإطار وأيضا وجه له عبد الوهاب السعدي أي نعم وأنطال حماية فاثنين تكفلوا له بالحماية إضافة إلى هو يعتبر أيضا كان ذاب نفسه على التيار الصدري في فترة سابقة وهالتناقض هذا العجيب عند العراقيين ومشت الأمور. يعني اليوم عبد الوهاب السعدي قريب من بعض قادة الإطار؟ نعم، أنا وصلتني رسالة إنه هذا الشخص أتمنى إنه هو بحمايتي وكذا وهاي ما يهمني. ضغط عليك يعني؟ أيوه صار خبروك. ليه صارت مشاكل؟ منو؟ ما يعني ما واحد أحد القادة معروفين. براسك تقري عوفي الاسم.